على التنظيم الذي يضعه المدرب مارسيليون في الجانب الآخر. ولكن بالطبع مدرب معروف له من لا تعترف بمعطيات سلم الترتيب ولا تعترف بالمراكز، ولكن تعترف بواقع تسعين هرنانديز التي أعلن عنها ولعلها في الأسبوع الثاني عشر مشاهدين الكرام في هذه المباراة بين إسبانيا. تمر مباشرة الكرة العرضية ملعوبة وأيضا استخلاص عن طريق اللاعب أروكون دوغبيو يز الشباك. ومثل هذه الكرات يا باول لوبيز ما تردها الا شفافيش، ولك يا كوندوك بيا تسديده وين ماشيه، ابتسامه للخفافيش فعشقا يتجدد، استلام من اجمل ما يكون، نظره للشباك فلقاء مع فريقه فيها الامان، فيها الامان بدفاع وسط الشباك ورفضت الشباك، كان هو الجواب، هو الجواب وكان الرد باقدام. إذا هدف انطلاقة للأمام والكرة يلعبها اللي يلعب الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء ويدون ثاني الأفراح لفريق فالنسيا. الخفافيش ما أجمل العودة عن طريق الرائع سانتي مينا يضعها بصورة جميلة، توقع رائع، التوقع رائع رائع في الكرة الماضية والكرة يا سانشي. شوف الكرة العرضية حاول إعادتها لحارس المرمى غلطة الشاطر بهدف وأمام الخفافيش. لا تخطئ لا تخطئ لا تخطئ فالخطأ